مالك ما على خير خلق الله وآله وصحبه ومن ولا ابناء بالدنيا. احفظوا هذا الاسم، هذا الرجل يكتب كثيرا في الرقائق، وله كتب ماتعة في هذا الباب، منها الرقة والبكاء، منها كتاب الشكر، منها كتاب الحمد، ابن أبي الدنيا رحمه الله. نعم. قال: ما قال عبد قط الحمد لله إلا وجبت عليه نعمة بقوله الحمد لله، فما جزاء تلك النعمة؟ جزاؤها أن يقول الحمد لله وجاءت أخرى ولا تنفد نعم الله عز وجل. يا سلام. قال ومن تحرير المقال نقول ذلك، لأن الناس يحتاجونه، أن بعض الناس يقول نعم الله لا تعد ولا تحصى. نقول هذه اللفظة غير صحيحة، الصحيح أنها تعد لكنها لا تحصى، وهذا هو الإعجاز. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فأثبت العد ونفى الإحصاء، وهذا هو الإعجاز. تأتي لكي تعدد ما وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد عليه الصلاة والسلام تبارك وتعالى. نعم. إذا قال الإمام الشافعي رحمه الله في حمد الله: الحمد لله الذي لا تؤدي شكر نعمه، الذي لا تؤدى شكر نعمه، أيوة، نعمه إلا بنعمة حادثة، الذي لا أيوة مؤديها شكره بها. يا سلام يا سلام. نعم. أن العبد إذا حمد الله فهذه نعمة أخرى حادثة تستوجب حمدا آخر. قال ابن عبد الدنيا: أنشدني محمود الوطاق: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها أجد الشكر. يا سلام. فكيف وقوع الشكر إلا بفضله، وإن طالت الأيام واتصل العمر. إذا مس بالسراء عم سرورها، أيوة، وإذا مس بالضراء عقبها الأجر. يا سلام. يعني شوف، ونبلوكم بالشر بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فإن نزل بك الضر تعقوه بعد ذلك الأجر، وإن نزل بك السراء يعقوه بعد ذلك إيش؟ الشكر. ففي كل الحالات أنت عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته السراء شكر فكان خيرا، وإن أصابته الضراء صبر فكان خيرا، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. يعني أنت في كل الأحوال ما ينزل بك هو محض نعمة من الله عز وجل تستوجب عليك الشكر. نعم. قال آخر: في المعنى نفسه، في المعنى نفسه، نفسه: لو كل جارحة مني لها لغة تثني عليك بما أوليت من حسني، لكان ما زاد شكري شكرت به إليك أبلغ من الإحسان والمنن. يا سلام. يعني قال: لو كل جارحة تشكر ما بلغت إحسانك إلي يا رب العالمين. وهنا يا اخوان، هنا يعني احنا جينا، لما جينا نصلي هذا حقيقه مناظر سلبيه ليست ايجابيه في رمضان، ينبغي الانسان ان ينتبه لها. يعني اخونا في الله سبحان الله، يعني ما اظن هو يبغى يصلي ولا اي حاجه، وراكب السياره ومطلع يده من برا والسيجاره فيها. يا اخي اذا بتريد بالبلوى هذه ما في داعي انك انت تديني يعني كده، يعني معناه شوف انا ادخن امام العالم كله، ما في داعي يا اخي، ما في داعي. وانا اخوك ساتر، شوفون عبد الله بن نعمة سلمان يشفيه وأن يعافيه وأن يأجره يحسن له وله الخاتمة والمآل. يعني كان يقول في إحدى المواعظ يوما، يقول يعني اللي يحب الله يرفع يديه وكذا، ثم قال: هل أنا لا أحب الله؟ قالوا: لا. قالوا: طب ليش ما رفعت يدي؟ قال: لأني كنت أجاهر بها بالمعصية، أضع السيجارة فيها وأظهرها للناس، سلمان يشفيه وأن يعافيه. يعني شوف كيف الإنسان يزري على نفسه. فيا أخي المبارك، إن الله عز وجل إذا أعطاك نعمة رمضان لابد يكون رمضان شهر ليش؟ للتغيير. أنت ربنا وفقك 17 ساعة، 15 ساعة وأنت إيش؟ صايم عن هذه القاذورات، سواء كانت شيشة ولا سجائر ولا سفة ولا تنبل ولا أي من الأسماء التي تنقض الأخلاق هذه. معلش أنا أقول لك لا لا والله، أصلا باب، تشوف شيخنا، باب الدخان هذا باب لكل شر. تقول بس احنا سجائر بس، لكن حتقعد ما حد يكون بيحشش، ما هو لكم دينكم وليا ولي دين. يكفي السجائر نفسها ما هي مصيبة. تعرف انت هذا اللي يعني انت يقول لك في واحد بيسموه النيجاتيف سموكر، المدخن ايش؟ السلبي. تلقى ان هو ملوش في السجائر ابدا، جلس مع مجموعة فالله عنهم سموكرز. تعرف ان هذا اللي بيخرجوه اول اكسيد الكربون هذا،
يرتبط بدمك أنت الذي تستنشقه 11 مرة؟ مش واخد النفس كده وبعدين قميش طلعوا اللي طلع ده ايش؟ اخذوا ثاني اكسيد كربون كربون دايوكسيد، طلعوا كربون ايوكسيد، طلعوا اول اكسيد كربون. اللي جالس هذا اللي مرش في الدخان هذا شمه فارتبط بدمه 11 مرة، وممكن يعمل له حاجة اسمها assassination أو asphyxia الخنقة. يقول أحد الناس، أنا عملت خطبة عن السميتة القاتلة، عن السجائر وبلاويها، يقول أحد الناس، يقول ابنتي ماتت بالدخان وكان هذا السبب توبتي. قالوا له كيف؟ قال كنت بجمع البشكة عندي في المجلس كده وطول الليل بلوت وإيش ودخان طول الليل. قالوا طفلة صغيرة من أبو 2.5 أو 3 سنوات، قال تسيب أمه وتحب تقعد إيش مرتبطة بي. وقال ديك الليلة اللي يدخن واللي يأخذ حياة ما هي طيبة أيضا كلها من عيلته إيش الدخان، قالوا فض المجلس وإحنا من بعد العشاء لحد إيش لحد الفجر لا صلاة ولا على الله عفنا. قال جيت أقوم البنت لقيتها لا حركة فيها، أخذتها المستشفى قالوا بنتك ماتت، أنت إيش اللي خنقتها بي؟ شمت الدخان اتخنقت. ما هي جالسة البنت جنبها ودول قاعدين إيش يطلعوا وينزلوا يطلعوا. وتعرف الإنسان في أثناء النوم أغلب الوظائف الحيوية بتكون في إيش أدنى مستويات. يا سلام مستوياتها، البنت تستنشق كم ساعة؟ 7-8 ساعات من العشاء لحد أذان إيش أذان الفجر. فنقول يا إخواني هذه فرصة الآن إن الإنسان تغير من هذه الأخلاق. حتى لو عندك صاحب يدخن قول له أبوي خلاص الحد كده إحنا ما في بيننا صحبة، لا بد تتوب الآن وحلو ونخو، لا بد أن تقلع أنت الآن. ثم هذه من النعم، الدخان في عدة نعم كفرت يا إخواني. أول حاجة نعمة المال، بعد ما تشتري لك 7-8 ريال علبة وعلى مدار الشهر بكم، شيلها كلها تصدق بها يا أخي في شهر المبارك هذا، وطلعها إفطار صائم، طلعها صدقة على مسكين، فاتورة كهرباء الأسرة ما هي قادرة، روح كده عند البقال قول له يا أخي مين هنا عنده وريني كده الكشف اللي عندك، يطلع لك كده فلان علي 100 وفلان علي 200، قول لهم خذ دي اعتبرها لفلان آدم دية، وأنت ما تعرفه مو شرط أنك تعرفه، لكن قول له ده اعتبرها إيش سدد إيش سدد عنه. ومن أفضل الصدقة سرورا تدخله على قلب مسلم، دخل على السرور ودخل على الحبور، وانت نفسك انك انت تبدا انك انت تجرب هذا الجمال، انك انت الان هذا المال شكرت الله به فجعلته في باب حله. من النعم التي تكفر في موضوع التدخين ايضا نعمة الصحة، نعمة الفراغ، نعمتان مغبون فيها كثير، الصحة والفراغ، الوقت اللي انت جلس دخل فيه هذا. جزاك الله خير. انا طالع الان من بعض الجيران واحنا دائما ننصحهم في الله، نسال الله يمن علينا وعليهم بالتوبه والعافيه، يقول فين الدخان فين الدخان، باقي على الفطور ايش يعني، فطرت صمت وفطرت على نيكوتين وقطران. يا اخي ما ذكر القطران في القران الا ايش وسرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ما ذكر الا على باب الذم. جزاك الله خير. وانت جالس تشربه يقول لك لو خدنا 1 ملي قطران وحقناه الى بعير خر ميتا من فوره. 1 ملي قطران بيور داخل تدي كده انفيوجن، تدي فاينز انجكشنز كده عبر الوريد، يخر ويموت من فوره. ثم تعرف ان مسبب لكذا وكذا وكذا اشياء كثيره. ونقول فهذه فرصه، يقول لك يا شيخ انا ما لقيتش غير الدخان. انا بتجربتي من خلال تلقية لمشاكل الناس أن الدخان هو أول بوابة لكل بلية، أول بوابة للدخول في المخدرات، للدخول في الحشيش، للدخول في الخمور، للدخول في صحبة السوء، بل للدخول أيضا في الاعتلال الصحي الذي يمر بك ليس شرطا الآن، ممكن يكون على مدار إيش سنوات يتراكم. والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم، يا سلام، كان بكم رحيمة، أعطانا هذه النعم لنشكره عليها. فلا بد يا إخواني تبث هذا الكلام بينكم وبين أهليكم إخوانكم، إن هذا الشهر يكون شهر تغيير، ومن هنا تبدأ. بعد ذلك تلقى الأمور كلها حزين، حيكون صدرك مرتب، تطلع الدرج ما تقعد تنهج زي لكنك عمرك يعني 900 سنة، تقدر تؤدي أمورك بيسر بأريحية. يكفي المال هذا يا أخي اللي كنت تجعله هنا اجعله في باب آخر.
وانظر لما يرتفع كده يده الله يصلحك الله يجزاك عنا خير أو حتى تجعلها خبيئة. شفتوا بعشر رحمة الله عليه هذا الشيب الكبير الذي توفي قبل يومين هو رايح يصلي الفجر صدمته سيارة الله يرحمه رحمة واسعة. هذا الرجل الكبير الطاعن في السن ما جلس قال لك والله خلاص احدودب ظهره 40 سنة إماما في مسجده رحمة الله عليه رحمة واسعة. وانظروا لكم الناس الذي كان يصلي عليه. شفتوا المنظر والله لا نعرف ولا يعرفنا لكن إنما هو يعني سأل الله يرحمه رحمة واسعة. بينما إنسان آخر يموت يقول لك ريحنا الله يجعله في جهنم وكل منه. هدى النبي قال كذا لما رؤية الجنازة قال مستريح ومستراح تستريح منه الدواب حتى الدواب زعلانة منه ما شاف بس إلا ضربها أعوذ بالله حتى الدواب ما اترحمت منه. هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا قال وجبك. مرت جنازة أخرى أثنوا عليها شرا قال وجبك. قالوا ما وجبك؟ قالوا النار للأول والجنة للثاني. اللي أثنتم عليها شرا النار واللي أثنتم عليها خيرا إيش؟ الجنة. الجنة وهكذا والله إحنا ما نعرفه. لكن شوف الناس اللي تلموا الشوارع وكل الدنيا رحمة الله على رحمة إيش؟ رحمة واسعة. يعني مشوا مسافة طويلة لما برجعوا من حوض. لا شوف سبحان الله أول شيء قرابي شارك والناس شاركت يعني سبحان الله فعلا هذه الدنيا أخوان هذه هي يعني موعدنا يوم الجنائز كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه. شهداء الله أيها هذا النبي يقول لما أسلم على قناتهم شهداء الله في أرض لكن لا نقل أحد بجنة ولا بنار إنما دل عليه الدين لكن نرجو له خيرا ونسأل الله يحسن خواتيمنا أيضا يسأل الله يحسن خواتيمنا أيضا. نعم اللهم لك الحمد شكرا ولك الحمد ولك المن فضلا لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والوعقاء لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة لك الحمد على ذلك حمدا كثيرا. اللهم لك الحمد حتى تقضى لك الحمد ربنا إذا رضيت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. نعم. بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على صحيح التربيب والتربيب لإمام الحافظ